لهذه المسألة وأن يلتزم الناس بنيتهم وأن تمنع نعم كل الأمور. دكتور تقادم الخطيب أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. من مصر إلى الكويت، حيث قال الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت في خطاب تلفزيوني أنه لا تهاون في التعامل مع وباء كورونا في البلاد، مؤكدا أن الدولة تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى أفضل السبل لمواجهة الفيروس كقضية لها الأولوية القصوى، موجها التحية لجميع العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا. فقد جاءت إرادة الله أن يتعرض وطننا العزيز إلى وباء فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وأوقع كوارث صحية تمثلت وفاة عشرات الآلاف من البشر ومرضى من مئات الآلاف آخرين، وجر عليها تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة. وكحال دول العالم فرض هذا الحدث الجلل أولويته على كافة اهتمامات دولة الكويت سعيا للتوصل إلى أفضل السبل للتعامل مع هذا الوباء الخطير. يدرك تماما للتعليق على كلمة أمير دولة الكويت أو تصريحاته فيما يخص. عبر سكايب من الكويت الدكتور محمد الموسوي، استشاري الأمراض الباطنية في مستشفى دار الشفاء بالكويت. دكتور محمد، يعني الكويت كشأن أو كغيرها من الدول اتخذت إجراءات، ربما الكويت اتخذت إجراءات مشددة من أجل حصار فيروس كورونا، يعني ما هي آخر الإجراءات التي اتخذتها الكويت في هذا الشأن؟ إذا تكلمنا عن آخر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية تجاه مكافحة فيروس كورونا المستجد، نتكلم عن إجراء بالضبط حصل اليوم، ألا وهو مسألة حظر التجول. حظر التجول أقر أمس وطبق ابتداء من اليوم، ابتداء من الساعة 5 عصرا لغاية 4 فجرا. من الملاحظ أن جميع ما تقوم به الحكومة هو يهدف إلى عملية تجاوز هذه المرحلة، ويمكن احنا مثل ما لاحظنا في خطاب حضرة صاحب السمو المفدى أمير دولة الكويت شدد على تسخير جميع مقومات الدولة بما فيها وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، كذلك وزارة الصحة لخدمة مكافحة هذا الفيروس اللي للأسف كثير من الدول اللي احنا كنا نشوفها كدول عظمى أمانة عجزت عن السيطرة عليه، وللأسف نتائجه نعم كانت جدا مخيفة. نعم. دكتور محمد الموسوي، الحديث عن في ظل عدم وجود مصل او لقاح لكورونا، والحديث عن الدواء المر تحديدا في المنطقة العربية، الدواء المر أو العلاج المر هو البقاء في المنزل والعزل، كيف ترى هذا الأمر ناجعا وناجحا في حصار ومقاومة كورونا؟ بما أن نتكلم بصراحة مع السادة المشاهدين، بما أن إلى الآن لم نجد كأطباء أو حتى مؤسسات علمية علاج ناجع لهذا المرض أو لهذا الوباء، فإذا الأساليب أو السبل اللي عادة نتخذها للوقاية منه ظل هي خط الدفاع الأول. من المعروف أن التباعد الاجتماعي أو العزل، أو أن مثل ما احنا بالكويت قلنا الحملة اللي صارت أن خلكم في البيت، فإذا عدم التعرض أمانة للغير وعدم التعرض لناس جايين من السفر وبمجرد أنك أنت تنعزل في بيتك، هذا يعتبر خط الدفاع الأول بغض النظر عن كل الإجراءات اللي تتخذها الحكومات. إذا الشعب ما تعاون مع الحكومة، إذا الشعب من داخله ما كان في عنده الدافع لأنه يتجاوز هذه المرحلة، فما أظن أن أي جهد تقوم فيه أي حكومة راح يكون ناجح في ظل للأسف جهل الشعوب. دكتور محمد الموسوي، يعني في المنطقة العربية هناك نظرية الحديث عن أنه كورونا في الصين، في إيطاليا، في أسبانيا، في ألمانيا، وهناك حالة يعني من الإنكار، ربما البعض من يراها بين قوسين استهتار بكورونا. ماذا يمكن أن نقول للشعوب العربية عبر هذه المسائية فيما يخص كورونا تحديدا؟ نعم ببساطة نظرية النعامة أو نظرية النعامة لما تدخل رأسها في التراب وما تنظر للخطر الموجه لها، هذه نظرية جدا للأسف مطبقة عندنا في العالم العربي.
الشعوب عندنا لا زالت تفتقد الثقافة الصحية أو الثقافة الطبية. في المقابل نلاقي أن الدول العظمى اللي تجاوزت الأزمة ومن ضمنها الصين طبق مسألة العزل، طبق مسألة الإجراءات الاحترازية بقوة القانون. وفي المقابل نلاقي أن الشعوب كانت على درجة كبيرة من الثقافة الطبية، على درجة كبيرة من الوعي الطبي، وتجاوزت المرحلة هذه. هذه رسالة أنا أوجهها لكل من يشاهدنا في هذه اللحظة. الرجاء 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 تطبيق تعليمات وزارة الصحة كل في بلده. مسألة العزل المنزلي، مسألة العزل المؤسسي، مسألة عدم الاختلاط، مسألة تجنب التجمعات، هذه مسائل جدا بديهية. ويجب أن نستوعب أن في نهاية الأمر هذه الحكومات هدفها مصلحتنا. نعم دكتور، خلينا نخلي الجانب السياسي يعني لوحدة، نركز على الجانب الطبي، نركز على مسألة أن في شعوب تعرضت لنفس الوباء وتجاوزته، فإحنا ليش ما نصير على ركب هذه الشعوب؟ شكرا لك دكتور محمد الموسوي، استشاري الأمراض الباطنية في مستشفى دار الشفاء بالكويت، شكرا جزيلا لك. سلط تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية الضوء على تعاليم النبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعلى رأسها البقاء في المنازل والحجر الصحي. واستشهدت المجلة بإرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم عن النظافة، وبحديث له يوصي بعدم دخول أرض حل فيها الوباء أو الخروج منها، وهذا الإجراء نسميه في وقتنا الحالي الحجر الصحي. وقالت المجلة أن هناك شخص آخر أوصى بالنظافة والحجر خلال انتشار وباء، إنه نبي الإسلام محمد، وذلك قبل أكثر من 1400 عام، رغم أن الرسول محمد لم يكن بأي حال من الأحوال خبيرا تقليديا في المسائل المتعلقة بالأمراض القاتلة، فإنه قدم نصيحة جيدة لمنع ومكافحة تطور مرض مثل كورونا. كما استشهدت المجلة بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق، أحدها: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وأشارت المجلة إلى أن النبي محمدا حث البشر بقوة أيضا على المحافظة على النظافة وقاية من العدوى، مشيرة إلى أن جملة من أحاديثه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهي النظافة من الإيمان، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وبركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. ومضت المجلة في الحديث عن تعاليم أخرى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يخص المرضى وضرورة علاجه، وترجمت حديثا له يقول فيه صلى الله عليه وسلم: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم. ومعنا عبر الهاتف من الدوحة الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف المصري سابقا، أرحب به دكتور محمد. يعني نبدأ بآخر شيء قالته المجلة، وهو أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء، إلا داء الهرم أو الكبر. وبالتالي كيف ترى هذا الموقف من مجلة نيوزويك التي تتحدث عن الإعجاز النبوي في مواجهة الأوبئة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد كورونا أنطق الناس بالحق، وكأنه يلتف بأهل الأرض ويلفت أنظارهم لمن الملك اليوم. فأجابه الجميع لله الواحد القهار. الإعجاز النبوي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر الأوبئة هذا أمر معجز بالفعل. وقضية النظافة في الإسلام وتسليط الضوء عليها مما ينبغي أن يذكر وأن ينشر. لو أخذنا قضية كقضية الاغتسال، الناس بتغتسل عند المناسبات، لكن الاغتسال جزء من عبادات الإسلام. من دخل الإسلام يغتسل، من ذهب إلى الجمعة أو العيدين يغتسل، من أراد ليلة القدر يستحب أن يغتسل، من بدأ في الحج أو العمرة يبدأ قبل الإحرام بالاغتسال، من واقع زوجته عليه أن يغتسل. إذا خرج من الدنيا آخر ما يودع به الدنيا الاغتسال. فقضية حرص الإسلام على النظافة وغسل اليدين مع كل شيء، غسل اليدين سنة في أول الوضوء ثم ركن من أركان الوضوء أيضا، يعني غسل اليدين في البداية مع المضمضة سنة، واغسلوا أيديكم إلى المرافق هذا فرض من فرائض الوضوء. ولو أن نهرا ببابها
أحدكم، هذا كلام النبي وإعجازه. نعم. يغتسل منه في كل يوم من 5 مرات، هل يبقي ذلك من درنه أي من وسخه شيء؟ لا يبقي من درنه شيء. دكتور محمد الصغير، النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العدوى. نعم، هذه نقطة دكتور محمد الصغير، يعني الحديث عن أنه يعني ربما هناك يعني علاجات وأمصال خاصة بالأوبئة أو الأمراض، لكن فيما يخص ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، يعني المجلة أشارت إلى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له علاقة بالأمراض والأوبئة وسياسات وبروتوكولات العلاج، وبالرغم من ذلك تحدث عن أمر توصل إليه الآن العالم كله وهو العزل أو الحجر الصحي هو أنسب وأنجع علاج لفيروس كورونا. المجلة ذكرت الحديث النبوي ولكن لم تذكر العصر الذهني العمري وفريضة الشورى. عمر لم يكن قد بلغه هذا الحديث، فجمع المهاجرين والأنصار وكبراء قريش واستشارهم في أمر طاعون عمواس. نعم. فانقسموا كعادة الشورى، ثم رجح هو أن يرجع وأن لا يدخل، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال لهم كلمة الفصل، عمر رجح أن لا يدخل إلى أرض فيها الطاعون وأن يحافظ على من معه من المسلمين. فروى لهم عبد الرحمن بن عوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق قوانين الحجر الصحي، إذا كان الطاعون أي الوباء العام في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، ومن آيات النبوة ومن إعجازه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء الطاعون فمن جلس في بيته وقال في بيته صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا فله أجر شهيد. نعم. ولم يذكر الحديث أنه مات من الطاعون، يعني لو انكشف الطاعون والناس في صبر ونفذوا الحجر فسينكشف وقد حققوا أجر الشهداء. نعم دكتور، فضلا من الله ونعمة. دكتور محمد صغير، يعني وأنت معنا، يعني هناك من يقول أنه المسلمون يتوضؤون 5 مرات وأنه يغتسلون كما تفضلت وذكرت وأنهم لن يصيبهم فيروس كورونا تحديدا، يعني هل هذا الكلام الذي فيه اتكال يعني يجب أن يأخذ به الناس أم يجب أن يكون هناك حجر صحي وأيضا الأخذ بالأسباب أمر واجب؟ عمر بن الخطاب كان يتوضأ أكثر من هؤلاء ويغتسل وأكثر منهم نظافة وإيمانا، ومع ذلك وكان معه خيرة الصحابة من المهاجرين والأنصار، ومع ذلك رجع ومات في الطاعون صحابة شهداء. نعم. أمين هذه الأمة أصابه الطاعون وهو يتوضأ وهو يغتسل، أبو عبيدة عامر بن الجراح. كلمة عمر هي قانون، نفر من قدر الله إلى قدر الله. إذا كان كورونا قدر الله وإذا كان المرض هو قدر الله، فإن استخدام وسائل العافية واتباع إرشادات المختصين هي أيضا من قدر الله تعالى. دكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف المصري سابقا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا المساء مستمرة وبعد قليل باقي فقراتنا وفيها آخرهم رئيس ريال مدريد السابق ومالديني وديبالا أبرز الرياضيين ضحايا كورونا.